الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأعطاه من الآيات والبراهين ما يؤمن على مثله البشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وفي ألوهيته وحكمه وحكمته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار، وعلى كل من سار على نهجهم وهديهم واقتفى آثارهم في الأقوال والأفعال والإقرار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر موصول إلى الإخوة الفضلاء في مسجد النصر وللحضور الكرام سائلين المولى جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وقفنا في المحاضرة الماضية مع الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. وبينا بأن الفتن تنقسم إلى قسمين: شبهات وشهوات. وعرفنا خطرها على الفرد والأمة والمجتمع. فتن الشبهات تكون في العقيدة والدين، وهي أدهى وأمر وأشد وأنكى وأخطر. جاءت النصوص الشرعية بالتحذير منها أكثر من غيرها بإجمال، لأنها تخل بالعقيدة، ولأنها من أخطر الأمراض، من أخطر أمراض القلوب هلاكا وفتكا وإهلاكا. فهي تعترض العقول والقلوب. المصيبة الكبرى والداهية العظمى أن أصحابها يظنون أنهم على حق،
وأن غيرهم على باطل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الإمام ابن الجوزي عليه سحائب الرحمات: ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي بطل عملهم واجتهادهم وهم يظنون أنهم محسنون بأفعالهم، ورؤساؤهم يعلمون الصحيح ويؤثرون الباطل عليه حفاظا على رئاستهم، أما أتباعهم فإنهم مقلدون لهم بغير دليل. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، جحدوا دلائل توحيد، وكفروا بالبعث والجزاء، وبكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن صاروا كافرين بهذه الأشياء، فحبطت أعمالهم، أي بطل أو بطل اجتهادهم، لأنه خلا من الأصل وهو الإيمان، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قرأ ابن مسعود والجحدري: فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا بالياء. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة، ثم قال: واقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يريد الكفار من أهل مكة. وقال علي بن أبي طالب: هم الخوارج أهل حارورا، وهي اسم منطقة كانت قريبة من الكوفة، أقام فيها الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه مرة من المرات في تفسير هذه الآية: هم الرهبان أهل الصوامع. أما فتن الشهوات فقد جاءت النصوص في التحذير منها بأفرادها، فنجد الأدلة في النهي عن ارتكاب فاحشة الزنا، وعن أكل الربا، وعن اقتراف الكبائر والموبقات والمهلكات، مع النهي عن الانغماس في الدنيا والافتتان بشهواتها. نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من فتنة الشهوات. فتن شب أوارها
وتطاير وتصاعد شررها وبدأت تأكل أخضرها ويابسها. بها يعرف الرجال من أشباههم والمنافقون من سواهم والصادقون من الكاذبين. عظائم من الفتن كأمواج البحر المتلاطم تجعل الغيور في بحرها هائما وتجعل العاقل تائها، لأنها ترفع الأفراح وترسم الأتراح وتقضي على السعادة والطمأنينة. إذا نزلت بساحة نزلت عمياء صماء مطبقة تجعل الناس فيها كالبهائم بلا عقول. كلما انقضت فتنة حلت أخرى. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وقال جل في علاه: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. حذرنا الشرع منها لنحذرها وبينها لنا لنعلمها. فتن عظيمة، فتن جليلة، أهواء تعبث ومصالح تحكم ودين يقصى ويقين يضعف وإيمان يرق. وفتنة الشبهات أخطر من فتنة الشهوات لشدة هولها وفرط سوادها وظلمتها وعدم تبين الصالح والفساد فيها. فتن الشبهات تتحول إلى أفكار قاتلة للنفوس وإلى أعمال فساد وإفساد وقتل للأرواح وعبث في البلاد وتخريب باسم الإرشاد والإصلاح. لأن القلب أيها الأحباب إذا أشرب الفتنة صارت عقيدة عند صاحبها يقتل أو يقتل من أجلها، وهو يظن أنه يحسن صنعا لفرط جهله وقلة علمه وضعف بصيرته وعدم تبين الصلاح والفساد فيها وعدم التوفيق للصالح من الأعمال. أمتنا تعيش زمنا صعبا
وامتحانا شاقا ومواجهة شرسة مع أعداء الملة والدين. ولكن ينبغي أن نعلم أيها الأحباب بأن المحنة تحمل في طياتها تحمل منحا وخيرات وبركات تكشف عن معادن الرجال دينا وخلقا والتزاما وثباتا ووفاء وحفظا للعهود. لا تتميز الصفوف إلا في الأزمات والشدائد. لا يعرف الصادق الصادق، لا يعرف الصديق الصادق من الكاذب إلا في وقت الأزمات والشدائد. إذا عرفنا هذا، ما السبيل للخروج من الفتن؟ ما هي العواصم من قواصم المحن؟ كيف كان السلف رضوان الله عليهم ينظرون إلى فتن الشبهات والشهوات؟ وكيف كان موقفهم إذا صادفتهم الفتن؟ حتى نكون على بينة وعلى بصيرة من أمر ديننا. والله أسأل أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يثبتنا على طاعته وأن يختم لنا بالحسنى. المخرج الأول بتعلم العلم الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغي. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بالعلم بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا وأحكاما. بالعلم النافع يتمكن العبد المؤمن من التمييز بين ما هو من الشبهات التي توقعه في اعتقاد فاسد وبين الشهوات التي تدعوه إلى المعصية والحرام فيبتعد. بالعلم النافع يمكنه أن يميز بين ما هو من الدين حقيقة وصدقا وبين ما ليس من الدين مما
ألصق به وألحق به من البدع والخرافات والخزعبلات والتراءات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ألحقت بالدين وصارت عند كثير من الجهال من المسلمات، حتى أن المنكر الذي يريد أن ينكر على أصحابها يحارب ويرمى بأبشع الصفات، أقلها أنه لا يحب الصالحين والسنة. روى ابن أبي شيبة في المصنف قال: جاء حذيفة جوخا، اسم نهر في سواد العراق، جاء أبا مسعود يسلم عليه، فقال له أبوه: يا أبا عبد الله، ما بال سيفك؟ قال: أمرني عثمان جوخا. قال: يا أبا عبد الله، أتخشى أن تكون فتنة وقد طرد الناس سعيد بن العاص؟ قال: نعم، وأهل العراق من أكثر الناس قياما وفوضى على الأمراء وعلى الحكام. ولهذا لما دخل عليهم الحجاج قال: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. قال: يا أبا مسعود، أتعرف دينك؟ قال: أجل. قال: فإنها لا تضرك ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اختلط عليك الحق والباطل فلا تدري أيهما تتبع، تلك الفتنة. لهذا ينبغي على الإنسان أن يصبر نفسه على طلب العلم وعلى السعي من أجل تعلم أمور دينه، حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى علم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب لها الإمام البخاري في الصحيح فقال في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لأن العامل بغير علم فساده أكثر من صلاحه. الإنسان إذا أراد أن يغير المنكر وهو لا يعلم ربما يقع في منكر أكبر، فلا يعرف متى الإقدام ومتى الإحجام ومتى يجب أن يأمر ومتى يجب أن ينهى ومتى يجب أن يسكت ومتى يجب أن يتكلم.
لا يتأتى ذلك إلا بالعلم. لهذا الله عز وجل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ربط الله عز وجل بين شهادته وشهادة ملائكته وشهادة العلماء على أمر عظيم، على توحيد، وأنه لا يستحق العبادة أحد سواه. لا يجوز للإنسان أن يصرف لغير الله شيئا من أنواع العبادة، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وأشهد على ذلك الملائكة وأشهد العلماء. هذا على ماذا يدل؟ يدل على فضل العلم وعلى فضل أهل العلم. فالعلماء هم الذين يميزون بين الحق والباطل، وبين الشهوات والشبهات، وبين غيرها من الحلال والحرام والشهوات والشبهات التي حذر الله عز وجل منها. المخرج الثاني: بالإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا وتعلما وتعليما. في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بالإقبال على القرآن تدبرا وتفهما وتحاكما وتداويا. فالقرآن هو النور وهو الضياء الذي ينير في الظلمات، وهو الشفاء لما في الصدور من نوازغ الشبهات ودواعي الشهوات. عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن. قال: قلت يا رسول الله، ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والنور المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تشبع منه العلماء ولا تتشعب معه الآراء ولا تمله الأتقياء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد
ولا تنقضي عجائبه إذ سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الإمام الترمذي والإمام الدارمي والبغوي في شرح السنة والعلماء مجمعون على توهين الحارث الأعور في سنده، والصحيح أن الحديث موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه. وذكر ذلك أيضا الشيخ شعيب الأرنؤوط عليه رحمة الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لماذا قال العلماء بأن القرآن من أعظم ما يعينك على أن تحفظ نفسك من الشبهات والشهوات؟ لأن العبد أيها الأحباب عندما يقبل على القرآن يقرأه ويتدبره في الصباح والمساء آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ماذا يجد في القرآن؟ يجد الحديث عن الجنة والنار، عن البعث والجزاء، عن تكريم الله عز وجل للأولياء، وعما أعده الله عز وجل للأشقياء. القرآن فيه البشارة والنذارة، فيه الوعد والوعيد، فيه الحديث عن الأمم السابقة التي كذبت وأساءت للأنبياء والمرسلين. يقرأ في القرآن ما يثبت به الفؤاد، يقرأ في القرآن ما يزداد به اليقين، يقرأ بالقرآن ما يقوي به العزيمة فيرتقي في العلياء، يرتقي مع الصادقين والصالحين والمصلحين الذين طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا. أن يطلقوا الدنيا وليس العكس. جاء شخص إلى أحد مشايخنا الفضلاء قالوا يا شيخ طلقت الدنيا من غير رجعة. قال ما شاء الله، شيء جميل. قال هل أنت متزوج؟ قال لا. قال عندك البيت؟ قال لا. عندك سيارة؟ قال لا. قالوا روح يا ابني، أنت الدنيا طلقاتك مش أنت طلقتها، الدنيا طلقاتك مش أنت طلقتها. بمعنى أن تقبل عليك وأنت تدفعها وليس العكس. فالإنسان الذي يريد أن يحفظ نفسه في الدنيا
وفي الآخرة ينبغي أن يقبل على كتاب الله، وأن تكون له مع القرآن صولات وجولات تزداد يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع، وهكذا حتى يتعالى ارتقوا فإن الأرض مزدحمة، وهكذا يرتقي الإنسان في العلياء يقبل على كتاب الله عز وجل للقضاء على أمراض القلوب التي توقعه في الشبهات والشهوات. تجد الرجل لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يقرأ أذكار الصباح وأذكار المساء، الصلة بينه وبين الله منقطعة. أم بعد يجي يقول لك يا شيخ ارقي لك رعامة، يرقي لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لا ينفعك، لأن الحبل الذي بينك وبين الله مقطوع. ولهذا اسمعوا أيها الأحباب، ماذا تجد في كتاب الله وهو يتحدث عن الناس الذين يقفون بين يدي الله حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين كما خلقهم في أول مرة. تعجبت أم المؤمنين تقول يا رسول الله حفاة عراة كيف الرجال مع النساء؟ قال يا أم المؤمنين الأمر أكبر من ذلك، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا إذ ذاك للحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عملا، فبين ناج راجح ميزانه ومسرف أوبقه عصيانه وعدوانه، وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوالي بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. الأمر عظيم، الأمر شديد،
يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أخذ الكتاب باليمين بشارة ودليل على أن العبد قد نجا وأنه من الفائزين المفلحين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. الظن هنا بمعنى اليقين، بمعنى تيقنت وتأكدت وتحققت بأنني سأقف بين يدي الله عز وجل لأحاسب على الصغير والكبير والنقير والقطمير، فأعددت العدة لهذا اليوم العظيم. هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. المثال الذي يضرب ليفهم به ما ورد في هذه الآية، انظروا إلى التلاميذ في المدارس عندما يتحصل التلميذ على الدرجة الأولى يبرز دفتره من باب المدرسة وهو يركض وقد فرح فرحا كبيرا، وأما من كان من الفاشلين فإنه يخبئه وربما يستأجر من يمضي له الدفتر. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه وما أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية، بمعنى ليت الموتة الأولى التي قضي بها علينا في الدنيا كانت هي الموتة الوحيدة، فلا بعث بعدها ولا نشور، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه إلى آخر الآيات. السؤال أيها الأحباب، ماذا أعددنا لذلك اليوم العظيم من القيام والصيام وقراءة القرآن والذكر والدعوات والصدقات والقربات التي ترضي رب الأرض والسماوات؟ هذا المخرج الثاني. أما المخرج الثالث فبالإقبال على الله جل في علاه. وباختصار قال العلماء بقدر الإيمان تكون المدافعة، كلما
قوي الإيمان كلما استطاع العبد أن يدفع الشبهات وأن يدفع الشهوات، وبقدر الإحسان تكون المعية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والتقوى هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ثم قالوا بقدر العبادة تكون الكفاية. ولهذا تجد من الناس من يسقط في الشبهات وفي الشهوات لأتفه الأسباب، وتجد غيره كما ورد عن بعض السلف اشتهر بالطاعات وبالزهد والصلاح والإصلاح، فأراد أعداء الملة والدين الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا قالوا من يفسد فلانا، فجاء عربيد فاسق قال أنا له، ثم جاء إلى أجمل امرأة من الفاسقات وقال لها لك من المال كذا وكذا إذا استطعت أن تفسدي فلانا. تتعرض له وقد تحمرت وتجمرت وهي في أبهى زينتها، فتعرضت له فقال لها كلمة صادفت قلبا غافلا أو قلبا كان غافلا، فتابت وأنابت. قال كيف بهذا الأسد، كيف بهذا الجسد إذا احترق في نار جهنم. فسقطت مغشيا عليها، ثم تابت وأنابت ورجعت إلى الله، فقال زوجها أفسدها علي فلان، وصارت من الزاهدات العابدات الطاهرات اللائي أقبلن على رب الأرض والسماوات. المخرج من الفتن بالرجوع إلى العلماء الربانيين الصادقين الصالحين المصلحين الذين عرفوا بصحة المعتقد وبالعلم النافع والعمل الصالح، فهم حماة الدين الذين ينافحون عن بيضة الإسلام، يعلمون الجاهل وينبهون الغافل ويذكرون الناس ويقيمون الحجة على الخلق ويبرئون الذمة مع الخالق بالدعوة والتبليغ. بهم يكشف الله عز وجل الفتن، وبهم يهتك الله عز وجل أستار المنافقين والمنحرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. العلماء الربانيون الثابتون عند مزالق الفتن وأسبابها
فلا تزل لهم الأقدام ولا تزيغ لهم الأفهام يقولون كلمة الحق لا يخشون في الله لومة لائم يبلغون رسالات الله لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا لأنهم يخافون من ربهم وقد رسخت أقدامهم في الحق وعبدوا الله عز وجل بالحق وعبدوا الله عز وجل على حق ولهذا الإمام ابن القيم عليه سحائب الرحمات يقول بخلاف الراسخ في العلم إذا وردت عليه الشبهات بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات وإذا وردت عليه الشبهات ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة الشبهات وارد يرد على القلب فيحول بينه وبين انكشاف الحق ولكن متى باشر القلب حقيقة العلم فإن الشبهات لا تؤثر فيه ولو كانت بعدد نجوم السماء ولو كانت بعدد أمواج البحر ولو كانت بعدد الخلق بل تزيده يقينا وتزيده ثباتا وتزيده قوة في الحق وتزيده دفعا ودفاعا للباطل بردها ومعرفة بطلانها أما إذا لم يباشر القلب حقيقة العلم فإنه يسقط عند أول امتحان بمجرد أن ترد عليه الشبهة لأول وهلة فتسقطه في وحلها فيعيش ريبة وشكا ويبتعد عن صراط الله المستقيم ويبتعد عن هدي الله القويم لأنه لا يملك السلاح الذي يدفع به الشبهات يقول ربي جل في علا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الالتزام بالطاعات
والاستقامة على القربات إنما تكون بتوفيق من الله عز وجل وحده. فالمرحوم من رحمه الله، والمغفور له من غفر الله له، والموفق من وفقه الله. هذه الآية جعل الله عز وجل فيها البيان بأن الهداية في الرخاء والشدة إنما تكون بالرجوع إلى العلماء الربانيين الصالحين الثقات الذين يخافون الله ولا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، أو يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، فيصدرون الفتاوى المعلبة التي توافق هوى فلان أو هوى فلان. ولهذا قال العلماء هذه الآية تؤسس لقاعدة عظيمة، لقاعدة جليلة، وهي أنه ينبغي على العبد أن يعلم عند نزول النوازل والمستجدات المحدثات التي لم تكن في الأمم السابقات أو لم تكن عند سلفنا، ينبغي أن يرجع فيها إلى أهل العلم وإلى أهل الاختصاص، كل في اختصاصه، وذلك يبعدنا عن الخطأ ويقربنا من الصواب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كل في اختصاصه. ولهذا لما جاء العلماء للحديث عن مسألة من فقه النوازل التي لم تكن عند سلفنا، جمعوا لها أهل الاختصاص، كل في ميدان عمله يشاور، ثم بعد ذلك يجمع العلماء على إصدار حكم من الأحكام في نازلة من النوازل حتى يقتربوا من الصواب ويبتعدوا عن الخطأ. قصة نبي الله موسى مع الخضر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، اختلف العلماء في الخضر هل هو من الأنبياء أم من الصالحين، فقالوا والخلف في الخضر جهير منجلي، والخلف في الخضر شهير منجلي، أمرسل أم لا، وقيل بل ولي. كثير من العلماء رجحوا على أنه من أولياء الله وليس من الأنبياء. قصة نبي الله موسى مع الخضر من أبرز الأدلة التي تؤسس لهذه القاعدة. ماذا فعل الخضر؟ كان يسعى إلى دفع الشر الكبير بارتكاب الأخف. واقرأوا قصته في سورة الكهف. وكان يسعى ويراعي أقل الضررين وأكبر المصلحتين، وهذا مئنة أي دليل على فقهه، وهذه فائدة يغفل عنها كثير من العاملين
الذين يعملون اليوم في حقل الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الحسن: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. تفضل. إذن قلنا أيها الأحباب الكرام، أمر الله عز وجل بالرجوع إلى العلماء وإلى أهل الفقه في أيام الفتن والمحن، لأن من مكائد الشيطان، من مكائد شياطين الإنس والجن، أن يبعد الناس عن العلماء وأن يزهدوا في العلماء حتى لا يبصروهم بالحق، وحتى لا يبينوا للناس طريق الله وطريق الشيطان. نجد الكثير من الناس ممن قد نصب نفسه في إبعاد الناس عن العلماء والتزهيد في الدعاة إلى الله عز وجل، حتى يبقى الناس في غيهم وفي ضلالهم. قال عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. وقال عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون أهواءهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال ابن شوثب: من نعمة الله عز وجل على الشاب إذا تاب وأناب ورجع إلى الله أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليها. وفي رواية أخرى: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سنة. قال: لأن الأعجمي يأخذ بما سبق إليه. وقال يحيى بن معاذ الرازي: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. قالوا: كيف ذلك؟ قال: لأن الأمهات والآباء يحفظون أبناءهم من نار الدنيا، أما العلماء فإنهم يحفظون الناس من نار الدنيا ونار الآخرة. تنقضي فضائل الأبوة بانقضاء الدنيا، أما فضائل العلم وأهل العلم فلا تنقضي إلى أبد الآبدين. وقال بعض العلماء: العلماء هم سراج الأمة ينيرون لأهل زمانهم، وهكذا كل واحد يستنير بأهل العلم من أهل زمانه. المخرج الأخير من الفتنة بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله وبالإكثار من الدعاء والاستغفار، والاستغفار من أسباب النجاة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمانان من عذاب الله: وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، وقد ذهب ذلك بوفاته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما الأمان الثاني فبالاستغفار. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. في صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أمهات المؤمنين، ليصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ قال الإمام ابن حجر في فتح الباري لما وقف على هذا الحديث، قال: اختلف العلماء في المقصود بالكاسية العارية. قالوا: ربما كانت كاسية في الدنيا بأفخر وأجمل أنواع الثياب للغنى، ولكنها
غفلت عن العمل لليوم العظيم. لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهي كاسية في الدنيا ولكنها عارية في الآخرة لعدم الثواب والعمل. القول الثاني: كاسية في الدنيا بثياب شفافة لابسة من غير هدوم لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين كأن الثياب ظل في صباح يزداد تقلصا حينا بعد حين أتظنين بأن الرجال بلا شعور فربما لأنك لا تشعرين. فهي كاسية في الدنيا تعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك. القول الثالث: كاسية من نعم الله عارية من شكر النعم. وأنتم تعلمون من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها من غير أن يشعر. القول الرابع: كاسية في جسدها لكنها تشد الخمار من ورائها فيبدو الصدر فتكون عارية فتعاقب في الآخرة. القول الخامس: كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها لأنه في يوم القيامة لا ينفعك نسب ولا ينفعك حسب ولا ينفعك مال وإنما ينفعك عملك الصالح. وقد قال العلماء: عندما يولد الطفل يكون قابض اليدين وكأنه يقول للناس إنني حريص على الدنيا، ولكنه عندما يموت يفتح اليدين وكأنه يقول للناس ها أنا ذا خارج من الدنيا بلا شيء كما دخلت إليها بلا شيء. قال الإمام ابن بطال: إن المفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسبب المال، وربما يتعامل الإنسان بالربا، وربما يمنع زكاة ماله، وربما يتكبر بالمال على الضعفاء وعلى الفقراء فيكون المال وبالا عليه بدلا من استخدامه فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه يكون وبالا عليه. والحديث أيها الأحباب فيه دلالة على أن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل عند نزول الفتن من أعظم الأسباب التي تحفظ العبد من فتنة الشبهات ومن فتنة الشهوات، ولا سيما في وقت السحر عند التنزل الإلهي عند نزول الله جل في علاه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال وجهه
وعظيم سلطانه لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما له من الصفات أثبته في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتزم الهدي المنير منه. لا تتبع أقوال كل مضل غاو مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. وأختم بأعظم دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته، فيستحب الإكثار من دعاء الخوف والكرب والهم كدعوة ذي النون يونس، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان من المسبحين قبل الفتنة والبلاء. في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الإمام الذهبي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدي غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نوالي من واليت ونعادي من عاديت. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اكشف كروبنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك باليهود والصليبيين، اللهم إنهم لا يعجزونك، فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا منتقم. اللهم انتقم من اليهود الغاصبين، اللهم كن عونا لإخواننا في الأرض المباركة، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم كن عونا لهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، وانصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أيدهم بجنود من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم. ربنا 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 دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسامحونا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.